بعد الانتهاء من أعمال انتشار العوائق ومخلفات الحرب بميناء بنغازي البحري من قبل شركة الإنقاذ وبمساعدة الضفادع البشرية التابعة للقوات الخاصة البحرية في عمق 12 مترا لاستخراج الألغام التي زرعتها المجموعات الإرهابية، أصبح الميناء جاهزا للعمل واستقبال السفن والبواخر التجارية. طبعا بعد الانتصارات اللي شهدتها مدينة بنغازي في الآونة الأخيرة واللي هي كللت بنجاح القوات المسلحة بأن الميناء قد أصبح جاهزا لاستقبال السفن وانسياب حركة البضائع فيه. لجنة الأزمة أكدت بأنها ستقوم بإعادة تشغيل المرافئ بميناء بنغازي الميناء الرئيسي بعد استلامه من أمر القاطع الأول في محور وسط البلاد، مشددين على أن الحوض المائي في ميناء جليانة مؤمن بالكامل بعد إزالة المخلفات والعوائق بالحوض من الألغام والذخائر التي لم تنفجر. كلفت شركة القاطع والإنقاذ بمساعدة الضفادع البشرية بتنظيف الميناء ومن العوائق والمخلفات البحرية، والآن إن شاء الله بإذن الله عقدين العزم على تكون 1/10 بإذن الله افتتاح الميناء رسمي بإذن الله، وحيكون في احتفال كبير وتفرح بنغازي وتفرح ليبيا كلها بإذن الله. مدير منفذ ميناء بنغازي البحري المكلف من قبل القيادة العامة العميد المبروك البدوي أكد أن ميناء بنغازي سيفتح لاستقبال السفن التجارية والنفطية مطلع أكتوبر المقبل، وأضاف أنه منذ هذا التاريخ لا أحد يتحكم في قوت أهل بنغازي، موجها الشكر إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وكل من قدم يد العون لتكون ليبيا بأفضل مستوى. افتتاح ميناء بنغازي يعتبر رسالة للعالم أجمع على أن بنغازي لم تتحرر فحسب، بل تعتبر مؤشرا واضحا على نمو الاقتصاد الليبي للدولة الليبية عبر منفذها البحري. إبراهيم الحنبولي لقناة الغد بنغازي.